في شك ان مصر وعلى مدار العشر سنين اللي فاتوا قطعت شوط كبير جدا وغير مسبوق في ملف القضاء على المناطق العشوائيه. هي يعني مجهود كبير ومجهود تاريخي اكدت فيه مصر نجاحها في انهاء هذا الملف وغلقه بالكامل ونهائيا. ده طبعا بعد الجهود اللي تمت في نقل الاسر من مناطق غير امنه لشقق جاهزه وعمارات سكنيه جاهزه ومتشطبه، مناطق حضريه فيها كل سبل الراحه والامان والعيشه الادميه المعبره عن تقدير الدوله لمكانه المصري المواطن المصري. صحيح يا شاذ، يمكن هذا الملف الحقيقة كان من أكبر الملفات اللي كان فيها تحديات للدولة المصرية، ويمكن لو حضراتكم فاكرين كان عندنا زمان جهة اسمها صندوق تطوير العشوائيات. هذه الجهة هي الجهة المنوطة بملف تطوير وإزالة المناطق الخطرة والغير مخططة لإعادة تسكين مواطنيها مرة أخرى. الصندوق بعد ما نجح في تنفيذ استراتيجية الدولة والقيادة السياسية المصرية كمان قدرت أنها تقضي على المناطق العشوائية بالكامل، غير اسمه وأصبح صندوق التنمية الحضرية، زي بالضبط ما هذه المناطق كمان يشذي تم تغييرها. صحيح، وتغيير اسم الصندوق ده طبعا لاعتبارات كتيرة جدا، لأنه مهام الصندوق كمان اختلفت، ما بقتش مقتصرة فقط على تطوير العشوائيات، لكن مهمتها الأساسية إقامة تنمية شاملة جوه المدن المصرية. التطوير ده ترجمته تطوير حياة المواطن المصري بشكل متكامل، تطوير اقتصادي وبيئي ونفسي واجتماعي عشان الناس بالفعل تحس بالأمان. يمكن عشان كده الصندوق بيأكد على الاستراتيجية اللي رسمتها له الدولة المصرية والقيادة السياسية، وبيعلن لأول مرة عن طرح وحدات سكنية جديدة في مجموعة من المحافظات المختلفة زي القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، أيضا الدقهلية. الوحدات دي هتتسلم كاملة المرافق خلال سنة مع وجود تسهيلات في أنظمة الدفع. بكل تأكيد مصر حريصة على توفير السكن اللائق لجميع المواطنين، خصوصا وأن بلدنا دلوقتي بتمتلك مقدرات ومقومات لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.